بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ محاضرة جديدة من مادة الحوسبة النقالة موبايل كومبيوتينج. كنا في محاضرة اللوكاليزيشن أو يعني محاضرة تحديد الموقع، ووصلنا عند موضوع اللي هو مرتبط اليوم في موضوع تريانجوليشن اللي هو أنجل أوف أرايفل. الانجل اوف ارايفل هي احد طرق الرينجينج تكنيكس، واحنا خدنا من ضمن الرينجينج تكنيكس اللي هو تايم اوف ارايفل. فالانجل اوف ارايفل هي الدايركشن اوف سيجنال بروباجيشن، اتجاه انتشار الاشاره. typically achieved using an array of antennas or microphones. يعني ممكن نطبقها مثلا باشارات راديو فريكوانسي او اشارات صوتيه، microphones or antennas. angle هي الزاوية between signal and some reference orientation. الآن الإشارة لما بتنتشر أنا بأخذ reference معين، خلينا نقول مثلا الreference تبعي اتجاه النورث مثلا، فبتكون هي الزاوية ما بين النورث واتجاه الانتشار للإشارة. spatial separation of antennas or microphones leads to differences in arrival times, amplitudes and phases. يعني ممكن توزيع الأنتنز يؤدي إلى وصول مختلف للإشارة ويكون في عندي phases مختلفة. accuracy can be high، ممكن أوصل لدقة عالية جدا within a few degrees باستخدام عدد محدود من الدرجات. add significant hardware cost، بتضيف طبعا تكلفة على الهاردوير cost. خلينا نشوف triangulation مثال عملي. أنا عندي هنا مثلا أنكر يعني أو بيكون، ومقصود في نقطة معروفة الإحداثيات وهي اللي بتنطلق منها الإشارة بروباجيت، بتنتشر يعني بزاوية معينة، هاي الزاوية اللي انتشرت فيها. تمام، لا وصلت الأنون يوزر المستخدم اللي ما بيعرف موقعه. وهنا في عندي أنكر آخر مثلا وانتشرت إشارة للأنون يوزر لوكيشن. طبعا البيكون أو الأنكر مقصود فيه إنه نقطة معروف إحداثياتها مسبقا، يعني أنا بعمل سيستم يكون هاي النقطة الإحداثيات معينة وخلص ثابتة في محلها. مثال عندي هنا مثلا في الشكل A، بنطلع بنشوف هنا مثلا البيكون أو الأنكور. تمام، عندي واحد في الشكل A وعندي السيارة unknown، وأنا أرسلت إشارة من الأنكور إلى السيارة الإحداثية XY، الزاوية اللي صنعها ثيتا زي ما احنا شايفين. إذا إحداثيات السيارة أصبحت X لتساوي رو ساين ثيتا، رو اللي هي المسافة. طبعا أنا بفترض أنه الرو مجهولة عندي. تمام، فأنا بدي أتخلص من حكاية هذه الرو، فبلجأ إلى إيش؟ إلى بيكون تاني، يصير عندي تو بيكون زي ما احنا شايفين في الشكل التاني. أنا فقط بقيس الزاوية، الزاوية اللي بتصير بروباجيت أو بتنتشر فيها الإشارة. الواي هي الرو كوساين ثيتا حسب الشكل اللي عندي إيه. طيب لما يكون في عندي تو بيكونز زي ما احنا شايفين، هاي واحد وهي اثنين، طبعا أنا بعطي لكل واحد له إحداثيات معروفة مسبقا. مثلا البيكون الأول إحداثياته 0 0، والبيكون الثاني إحداثياته إكس 2 واي 2، وانطلقت عندي إشارة من البيكون الأول هيها، وإشارة من البيكون الثاني، وعندي إكس واي مجهولة. فالزاوية اللي صنعها البيكون الأول، إشارة البيكون الأول ثيتا واحد،
والزاوية اللي تنحل بيكون التاني مثلا ثيتا 2 لنفرض مع الخط المستوي اللي هنا. فأنا بمعلوميه فقط الزوايا ثيتا 1 وثيتا 2 زي ما أنا شايف، نطلع أوجدت إكس وواي إحداثيات السيارة. وهنا الفكرة إنه أنا أستغني عن القياس المسافة بالزوايا، يعني فقط أقيس الزاوية اللي انطلقت فيها الإشارة أو تحركت فيها الإشارة، وبالتالي أوجد إحداثيات النقطة اللي عندي هنا مثلا سيارة في الشكل شايفها، بدون ما أقيس الزمن أو قديش أسرعت، لا فقط أنا بقيس الزاوية اللي تحركت فيها. هاي بتعتمد طبعا على example of range based localization، بتقيس قديش المسافة اللي عندي بدون ما أقيس الزمن. يبقى بستخدم geometric properties، use geometric properties of triangles يعني حساب المثلثات to estimate location relies on angle يعني فقط على الزوايا بعتمد. طبعا أنا بلزمني مش بس الزوايا، بلزمني يكون الإحداثيات معروفة للبيكونز هنا، مثلا x1 y1 x2 y2 و x3 y3 والزوايا اللي اتحركت فيها بالنسبة لرفرنس معين. أنا ممكن أخذ النورث مثلا كرفرنس، موجود الزاوية ألفا 1 وألفا 2 وألفا 3 اللي اتحركت فيها، وهذه القياسات الوحيدة. يعني أنا بكون عندي القياس بقيس، مش أنا لما بدي أقيس مثلا متغير معين عشان أحسب الموقع، هنا بقيس الزاوية فقط، لا بقيس الزمن ولا بقيس السرعة اللي اتحرك فيها عشان أحسب المسافة، لا أنا بقيس فقط إيش الزاوية. عندي هنا مثلا a minimum of two bearing lines and locations of anchors بلزموني إحداثياتهم or the distance between them are needed for two dimensional space، يعني بلزمني نقطتين والزوايا اللي تحركوا فيها عشان أوجد إحداثيات نقطة مجهولة. في الشكل عندي هنا anchor nodes with known location احنا شايفينهم اللي هم احداثياتهم معروفة، والالفا اللي هي الزاوية expressed relative to a fixed based line. يبقى الفكرة وضحت، انا بقيس الزاوية لكي احدد موقع نقطة مجهولة، ومنها باستخدام حساب المثلثات زي ما شفنا مثلا في المثال اللي عندي هنا، قدرت اوصل انه والله ايش احداثيات النقطة المجهولة x و y. هاي كل فكرة الترينجوليشن. طيب يبقى بمعادلات رياضية، أنا في عندي unknown receiver location، لنفرض نحكي عن 2D يعني إيش ثنائي الأبعاد، فبكون عندي الإحداثيات تبعت المجهولة اللي هي نقطة X والنقطة Y، وهو receiver حيكون. فالنقاط الأخرى البيكونز بتكون ترانسميتر بترسل الإشارة. خلينا نسمي الزوايا البيرنج ميجرمنتس فروم ان انكر بوينتس، يعني هي الزوايا اللي أنا قست مثلا عندي هنا في الشكل السابق ثلاثة مثلا ثلاثة بيكونز، ممكن أحط أربعة ممكن أحط عشرة، أنا بدي الحد الأدنى قديش حسب اللي مكتوب مينيموم أوف تو، مينيموم اوف 2 الحد الادنى عشان اقيس في بعدين، اذا 3 بتقيس بشكل افضل و4 بتقيس بشكل افضل و5 بتقيس بشكل افضل. طب هل هذا ممكن رياضيا؟ انه احنا بنعرف انه بلغه الرياضيات مثلا اذا كان عندي معادلتين بحل مجهولين، طب اذا كان عندي مثلا ثلاث معادلات هل بحل في مجهولين؟ من ناحية ديترمينستيك هذا إشي لازم تكون معادلة متكررة، ولكن من ناحية
خلينا نقول استيميشن، هذا إيش ممكن اللي هي من خلال least square method مثلا، least squares method. يعني أنا عندي إذا كان عندي أكثر من معادلتين مثلا ثلاثة أربعة وفي مجهولين، صحيح بعطونا حل بناء بكون يعني أفضل حل، أفضل نقطة يعني أقرب لكل المعادلات، هاي المقصود فيها. طيب يبقى أنا ممكن يكون عندي أن أنكر أو أن أنكر بوينتس، ونقاطها إحداثياتها معلومة، هاي الأنكرز، واللي بدي أوجده الزوايا. أنا بقيسها، أنا بقيس الزوايا، والزوايا بترتبط، الزوايا بترتبط إحداثيات النقطة المجهولة اللي هي XR وYR مع الـ anchor points، إنه tan theta بدي يساوي Y الـ anchor minus Y الـ receiver على X الـ anchor minus X الـ receiver. وممكن أستخدم طرق في علم الاستيميشن، مثلا في عندي حاجة اسمها maximum likelihood estimator عشان أقرب الحل أو أوجد الحل، أعمل له estimation يعني تقدير. طبعا في أكثر من طريقة، مثلا في طريقة اسمها نيوتن جاوس iteration، ببدأ بنقطة معينة بضل أعمل iteration لل optimization أو المعادلة هاي اللي هي باستخدام maximum likelihood estimator. أو ممكن ببساطة شديدة باستخدام مثلا الـ least square estimation مثلا trilateration بيختلف عن triangulation. trilateration خلينا نشرحه ومهم نفهمه. أنا عندي بكون في أن أنكر بوينتس، نقاط معروف الإحداثيات الخاصة فيها. يعني هنا عندي مثلا هاي نقطة، هاي نقطتين، هاي ثلاثة معروفين إحداثياتهم، وفي عندي نقطة مجهولة أنا مش عارف إحداثياتها. الشكل يعني صراحة بوضح لي الفكرة. أنا في التريليتريشن بقيس الزمن اللي استغرقته الإشارة في الوصول، ومنه اللي هو time of arrival، ومنه بقدر أستخرج الرينج R، سمي هذا R1 مثلا الرينج. من الواضح انه انا اذا بعرف الرينج فيحتمل انه يكون كل النقاط اللي على الدائرة هاي زي ما احنا شايفين تحتمل ان تكون الرينج تبعي. طيب لو انا في عندي تو انكورز وقست الرينج عشان احدد انا وين موجود، ايضا زي ما احنا شايفين كل النقاط اللي على الرينج هذه اخذت الشكل الدائري، لاحظ انه تقاطع في نقطتين، هاي نقطة وهي نقطة، يبقى انا ما اقدرش احدد انا وين موجود لسه. ليش؟ لانه في حلين اصبح عندي. طيب لو كان استخدمت انكر ثالث هيتقاطع في نقطة وحيدة زي ما احنا شايفين هنا، وحقيس الرينج تبعي، وبالتالي حيكون هذه النقطة معلومة الإحداثيات باستخدام الرينج. هذا يعتبر التفصيل إن شاء الله للمعادلات. يبقى هو localization based طريقة لتحديد الموقع on measured distance between a node and a number of anchor points with a known location. يعني with known locations. الأنكورز عارفة إحداثياتها،
هاي مثلا احداثية الانكر الاول اكس واحد واي واحد، احداثية الانكر الثاني اكس اثنين واي اثنين، والانكر الثالث اكس ثلاثة واي ثلاثة. عارفين احداثياتهم مسبقا، احنا ثبتنا بريفرنس معين مثلا كارتيزان كوردينيت اكس واي زي مثلا، يعني انا عندي بحكي عن 2 دي اذا اكس واي. بيسك كونسبت given a distance، انا بقيس الديستانس اللي حتى اخذ الشكل الدائره اذا في 2 دي، اذا في 3 دي حتى اخذ الشكل الايش الكروي، في 2 دي حتى اخذ الشكل الدائري زي ما احنا شايفين هنا 2 دي اخذنا الشكل الدائري، يعني الرينج تبع الاولى اخذ النقاط اللي هي هيها ال x2 وال y2، x1 y1 اخذ الرينج هذا الدائره هاي، وال x3 y3 اخذ الرينج. طيب in two dimensional space at least three non-collinear anchor point anchors are needed، يعني لازم تكون الثلاث نقاط لا تقع على خط مستقيم non-collinear are needed in three dimensional space at least، في three dimensional بلزمني four non-collinear ما تكونش في مستوى واحد، يبقى خلينا نشوف المعادلات. انا عندي ان انكر نودز من واحد لان مثلا احداثياتها معروفه اكس واحد وواي واحد، اكس اثنين واي اثنين، الى اكس ان واي ان، وانا بقيس الرينج، الرينج اللي هو المسافه اللي تساوي مثلا الجذر التربيعي لأحداث الـ x minus x الكل تربيع زائد الـ y minus y الكل تربيع، هذا الرينج، ربع الطرفين فبتصير r تربيع تساوي راح لتحت الجذر. هاي المعادلة أعتقد إنه مفهومة. الرينج الأول بدي يساوي مربعه، مربع الرينج الأول بدي يساوي مربع الفرق بين الإكسات زائد مربع الفرق بين الوايز. نفس الشيء الرينج الثاني إلى الرينج أن، يبقى أنا أخذت مثلا مجموعة من القراءات من أن أنكر بوينتس مختلفات. الآن هاي معادلة غير خطية، معادلات غير خطية، يعني بحكي عن إكس تربيع واي تربيع. في أكثر من طريقة إنه أعملها لينيرايزيشن، ممكن الطرق مثلا مختلفة، من الطرق مثلا اللي اتبعها هنا انه طرح اخر معادلة من كل معادلة اوكي وعاد ترتيبها after summary arrangement and subtracting the equation from all the previous one. انا ممكن اخليها بالشكل ax تساوي b، حيث a هي الماتريكس هاي وb الماتريكس هاي وx اللي هي الاحداثيات اللي انا بدي اوجدها المجهولة اللي هي عبارة عن اكس واي، يعني حيكون هنا اكس واي هي الاكس اوكي. طبعا هنا عندي مثلا ان minus one equation مثلا في اثنين، هنا حيكون عندي الاكس والواي على شكل كولوم، هاي اكس وهاي واي، وهاي بي عندي اللي هي حتصبح في الحالة هذه اللي هي ايش الار بتمثل؟ الار بتمثل constant values و measured values، اكس ان واي ان مثلا او واي واحد او اكس واي هي نقاط معروفة احداثيتها معروفة، وار هي الميجرد فاليو.
يبقى ممكن استخدم based on least square estimation مثلا، اقدر اقول انه والله x و y اللي هو في الحالة هذه تطلع حين كتبناها بخط غامق يعني bold، x بدها تساوي x بدها تساوي اي معادلة مهمة جدا a transposed في a كل انفرس في a transposed ب هاي least square estimation equation عشان احل عدد كبير من المعادلات في مجهولين. انا عندي مجهولين فقط اللي هم ال x وال y. x طبعا تساوي x y احداثيات النقطة المجهولة. فبالطريقة هذه أنا بقدر أحل مثلا n equations عشان أطلع فقط إيش قيم مجهولين، وحيكون طبعا عندي اللي هو uncertainty يعني قديش ممكن يكون في خطأ أو نتيجة أجهزة القياس. يبقى anchor positions and distance measurements are inaccurate، حيكون فيها خطأ، أنا قاعد بقيس بجهاز قياس. Therefore they are based on Gaussian distribution، ممكن أقول فيها مثلا توزيع Gaussian للخطأ في القياس. فبقول النويز مثلا تساوي 1 على جذر التربيعي لسيجما ديستانس تربيع بلس سيجما بوزيشن تربيع، سيجما بوزيشن تربيع تساوي احداثيات اللي هو الاكس والواي قديش في خطا في البوزيشن تبع كل نقطه اكس وواي من النقاط. طبعا انا عندي هنا مصدرين للخطا اللي هو من الديستانس اللي انا بقيسها اللي هو الرينج، ومن قديش انا متواثق من قيمه الاحداثيات اكس وواي لكل انكر بوينت. وبضيفه هنا عندي في الايكويشنز هذه كيف بنضرب، وبالتالي يصبح في عندك variance matrix بتساوي A transpose A A inverse اللي بتمثل الفاريانس أو قديش في عندي خطأ في المعادلات. إذن هاي الطريقة هي اللي تستخدم لإيجاد إحداثيات النقطة المجهولة اللي الآن أصبحت باستخدام an anchor points. في عندي حاجة اسمها iterative collaborative multilateration. What if node does not have at least three neighboring anchors؟ شو لو كان فيش عندي three neighboring anchors عشان أحدد إحداثياته؟ Solution: Once a node has determined its position, it becomes an anchor. يعني لو أنا عندي اللي هو الريسيفر عرف إحداثياته، بصير ممكن يشتغل كإيش كأنكور. وهذا بصير عند الiterative multilateration. Repeats until all nodes have been localized. زي ما احنا شايفين في الشكل اللي عندي في مجموعة من النودز، و error accumulates with each iteration، ممكن خطأ يتراكم. Collaborative multi-iteration الجول اللي هو construct a graph of participating nodes اللي هم النودز that are anchors or have at least three participating neighbors. Node then tries to estimate position its position by solving corresponding system of over-constrained quadratic equations relating the distance among the nodes and its neighbors. يعني هي طريقة انه احنا نستخدم nodes تصير anchors واقدر احدد احداثيات nodes اخرى باستخدام اللي هو collaborative يعني تشارك او تعاوني. الجي بي اس هو مثال حي على التريليتريشن. جي بي اس بيستخدم التريليتريشن يعني بقيس المسافة ما بين الساتلايت اللي orbiting around the earth اللي بدور في مسار حوالين الارض، ومنه بطلع الرينج، ومنه بكون في عنده اكثر من ساتلايت، ومنه بحدد احداثيات اي نقطة على سطح الارض.
طبعا ما بدناش الجي بي اس باسم الجي بي اس، كان المارينرز اللي هم يعني البحاره مثلا او الغواصين relied upon the sun for latitude and clocks for longitude. يعني اول بدايات مثلا الانسان انه بيعتمد مثلا على الشمس او على القمر عشان يحدد احداثيات وبده ريفرنس معين. مثلا افترض انه والله في عند النجوم ثابته في الفضاء مثلا في السماء، فانا ممكن احدد اتجاه، هذا مش معروف انه بتقدر تحدد اتجاه الشمال بمعرفه النجوم مثلا. With launch of Sputnik، لما صار الاقمار الصناعيه اللي هو نظام سبوتنيك، راديو بيست جلوبال ليسننج بيكام ثيوريتيكال بوسيبيليتي، اصبح انه ممكن احدد باستخدام اللي هو اشارات راديويه. الجي بي اس طبعا اول ما بدا في بدايه الستينات، قبل الستين يعني، هذه مش جي بي اس، هذه انظمه مثلا زي نظام ترانزيت ونظام تايميشن. كانوا يستخدموا دوبلر شيفت فور ديستانس ميجرمنت، والأنظمة البحرية استخدمته could be used every 35 to 40، يعني بأخذ وقت طويل 35 دقيقة. اليوم أقل من ثانية إحنا بنقدر نحدد موقعنا. Submarine had to be non-moving، لازم تكون ثابتة ما تتحركش. هاي البدايات. والأنظمة اللي قلنا عنها اللي هو ترانزيت اللي هو قبل الجي بي اس. Major innovation was the inclusion of an atomic clock، اللي هو ضفنا اللي هو ساعة ذرية، يعني ساعة دقيقة. Submarines could now be in motion and use the system about an hour to get a fix، يعني عشان ممكن يتحرك ولكن عشان يوجد موقع لازم يكون يتطلب وقت ساعة كاملة. خلينا نعطي لمحة على الجي بي اس. الجي بي اس Global Positioning System، اللي اختصار Global Positioning System، نظام تحديد الموقع العالمي. Most widely publicized location sensing system، يعني هي أشهر وأكثر نظام شائع. في أنظمة كثيرة مختلفة، مثلا في اللي هو الكامبس في الصين مثلا، وفي جلونس مثلا روسي، وفي حاليا جاليليو أوروبي، لسه ما اشتغلش القليل يعني تحت التطوير. Provide Literation Framework for Determining Geographic Position، معطيك احداثياتك باستخدام Literation اللي هو اللي شرحناه Tri Literation. Originally established as Navistar، كان اسمه مثلا Navistar Navigation Satellite Timing and Ranging. هو بندرج تحت حاجة اسمها ايش؟ اسمها GNSS Global Navigation Satellite System، يعني الجاليليو GNSS، الكامبس GNSS، الجلونس GNSS، هيك الكاتيجوري تبعتهم، التصنيف تبعهم. هو بتكون من على الأقل 24 ساتلايت at least، على الأقل حاليا ممكن يكون أكثر. في ممكن على الويكيبيديا الواحد يبحث ويشوف قديش عندهم حاليا، وبتعمل دوران حوالين الأرض على ارتفاع 11,000 ميل. بتطلب clocks must be synchronized، use signal and clock to compute distance، لأنه أنا بستخدم الإشارة والساعة، إذا لازم تكون الساعة اللي تاعت الستلايت والساعة تبعت الريسيفر synchronized، يعني فيش أي فرق بينهم وإلا بصير عندي خطأ. طبعا بدأ في السبعينات وأصبح شغال في 95. بتطلب حاجة اسمها line of sight، يعني خط رؤية مباشر، لأنه الإشارة بتبث بتردد عالي جدا، فبالتالي ممكن يصير لها أي انكسار أو انحراف. فلو ما كانش في خط جي بي اس، يعني لو كان في مثلا شيء يفصل مش حيشتغل. تو ليفل اوف سيرفيسز، في عندي مستويين من الخدمه. الستاندرد بوزيشن سيرفيس اللي هي الاس بي اس،
اللي متاحه لكل المستخدمين نو ريستريكشنز. طبعا النظام هذا عملته امريكا الولايات المتحده الامريكيه في البدايه لاغراض عسكريه، وبعدين اصبح متاح الى عامه الناس في كل انحاء الارض ويعطيهم احداثيات. واليوم طبعا الخرائط، السفر، الملاحه، كله اصبح بيعتمد على الجي بي اس في تحديد موقعه. يعني بعطينا دقة مثلا بحدود 3 متر فما فوق مثلا. هاي الستاندرد، ذا بريسايز بوزيشنينج سيرفيس بي بي اس، هاي مخصصة فقط للولايات المتحدة وللتطبيقات العسكرية، وبستخدم أكثر من إشارة عشان الريديوس ترانزميشن ايرور، عشان نقلل خطأ الإرسال. طيب ناخذ تفاصيل اكثر عن الجي بي اس بيز لوكاليزيشن. ساتلايتس ار يونيفورملي ديستريبيوتد ان 6 اوربتس، بتدور في 6 مسارات زي ما احنا شايفين. عندنا الساتلايت له مسار معين اوربت بيتحرك فيه، بخرجش عنه لانه ما فيش جاذبيه في الفضاء الخارجي. فإذا انطلق بسرعة معينة الساتلايت بضل مواصل بإيش؟ بنفس السرعة اللي انطلق فيها، لأنه ما في إشي يحد من سرعته، بكون سرعته ثابتة. والسرعة اللي بتحرك فيها بحدود 7000 ميل في الساعة، يعني معناته إنه بيقدر يعمل دوران حوالين الأرض مرتين في اليوم، twice a day، سرعة 7000 ميل في الساعة، بدور حوالين الأرض كاملها على ارتفاع 11000 ميل، مسافة بعيدة طبعا، مرتين في اليوم، مرتين في اليوم بالسرعة هاي. تقريبا، ولو أن هذه المعلومة مش دقيقة بالضبط، يعني غالبا most of the time مثلا ممكن أكون شايف 8 ساتلايت. طبعا ممكن يكون أقل، ممكن يكون زي ما احنا شايفين تطلع في الشكل هاي، بتعمل سيميليشن لنقطة على سطح الأرض والساتلايت بتعمل أوربتينج. فالأرض بتدور زي ما احنا شايفين، الأرض بتدور والساتلايت بتعمل أوربتينج، والنقطة اللي على الأرض مش هتشوف كل ساتلايت طول الوقت، لأن الساتلايت يعني بتلف، في شيء حيختفي، حيروح يعني في الجزء الكرة الأرضية اللي هو الخلفي مثلا، وحيكون عدد هناك مثلا ممكن يتراوح مثلا 6 7 8 9 مثلا 5، يعني ممكن يكون almost يعني أغلب الوقت ممكن يكون مثلا في 8. Each satellite broadcast coded radio waves، بنسميها بسيدو راندوم كود، over a frequency of 1575.42 MHz. في التردد هذا بتبث حاجة بسموها البسيدو راندوم كود. ايش بيحتوي؟ بيحتوي containing identity of satellite. satellite كل satellite له identity معينة. location of satellite، احداثيات satellite، انا بلزمني احداثياته. وما انه الستلايت بصير بسرعة ثابتة وفي مسار معين، فأنا بقدر أوجد احداثياته من خلال السرعة اللي بتحرك فيها. The satellite status، حالة الستلايت، date and time when signal was sent. الآن في نقاط على الأرض بنسميها monitor stations constantly receive satellite data and forward data to a master control station، تنقل البيانات هذه لماستر كنترول ستيشن موجودة في ولاية كولورادو في أمريكا، اللي هي الماستر كنترول ستيشن اللي هي MCS. الـ MCS use this data from monitor station to compute corrections، عشان تعطي تصحيح، وبالتالي ترسل ستلايت عشان يصحح مثلا توقيت الساعة تبعته which are sent back to satellite، ترسلها إلى الستلايت نفسها.
هاي خريطة الأرض، والنقطة الحمراء اللي هي منطقة زي ما قلنا في أمريكا زي ما احنا شايفين، هاي النقطة الحمراء اللي هي الام سي اس سميناها، وهنا في عندنا نقاط مونيتورنج ستيشنز موجودة على سطح الأرض اللي هي النقاط الزرقاء هاي، عشان تعطي تصحيح لإشارة الساتلايت. هيك بتكون الساتلايت بتعمل أوربتنج حوالين الأرض. الآن كيف بقيس الرينج؟ هاي ساتلايت انطلق من اللحظة صفر، والرسيفر على سطح الأرض منطقة ما في أفريقيا مثلا، والساعتين سينكرونايز مع بعض على صفر سكند، وبتطلق الإشارة. الشكل الثاني هي الشكل الأول، الشكل الثاني الإشارة تم استقبالها بعد 67.3 ملي سكند مثلا، استقبلها نقطة ما على سطح الأرض، أنا مش عارف إحداثيات لسه، وبالتالي أنا قست الزمن اللي هو يبقى ستوب تايم اللي هو وصلت عنده الإشارة. طبعا أنا بعرف السرعة اللي بتحرك فيها، وبالتالي بقدر أقيس الرينج. جي بي اس بيست لوكاليزيشن، لو كان عندي 3 ساتلايتس، الآن الساتلايتس بترسل باستمرار إشارة، طول الوقت قاعدة ترسل إشارة. ريسيفر طبعا بكون سينكرونايزد مع الساتلايت. الريسيفر كومبير جنريتد كود والريسيفد كود، ترسل اشاره على شكل كود معين، انا بقدر اعمل له جنريشن شيء بحكيه. The actual code generation time of the satellite time difference، الوقت اللي استغرقته دلتا نسميه، مثلا الساتلايت الأول دلتا واحد، الساتلايت الثاني دلتا اثنين، دلتا ثلاثة الساتلايت الثالث. expresses travel time of the code from satellite to receiver، قديش قعد الوقت الكود اللي أرسله ساتلايت لما وصل نقطة ما على سطح الأرض. طبعا بكون الكود أو البسيدو راندوم كود عبارة عن إشارة ديجيتال on off 1-0 مثلا، وبكون لها طبعا شكل معين، فأنا بقدر أعمل compare عشان أقارن ما بين الجنريتد اللي عندي في الريسيفر وما بين الأجانب الستلايت، عشان أقدر أمسك اللي هو قديش في فرق زمني بين الاثنين، وأقدر أحسبه أقارن بشكل عندي الإشارة اللي وصلتني بنفس الشكل، و أقدر أحسب الفرق بين الاثنين. The time lag between seed random code generated by satellite and the receiver is used to measure distance. يبقى أنا بقيس الـ time difference ومنه بطلع المسافة. معلومات عامة، الموجات الكهرومغناطيسية أو الراديو waves بتنتشر بسرعة 300,000 كيلومتر في الثانية أو 186,000 ميل في السكند. الميل طبعا بقدر احوله لكيلومتر مسافة قديش بطلع. With known delta، لما بعرف انا الزمن اللي استغرقته الدلتا، the distance can be determined، بقدر اقيس المسافة. Receivers knows that it is located somewhere on a sphere centered on the slight with a radius equal to this distance. طبعا slight بيرسل إشارة الرينج تبعها بكون على شكل كروي سفير، ستلايت بشكل المركز، وبكون جميع النقاط اللي على سطح الكرة بتكون بتمثل الرينج اللي هي نصف القطر. والثري ستلايتس هذه برضو معلومة مهمة، the location can be narrowed to down two points، narrowed down to two points يعني باستخدام ثلاث ستلايت أنا ممكن أوجد إنه يكون الحل تبعي نقطتين فقط.
طيب لو كان عندي فرصة اللايت يبقى أنا بختار واحدة من النقطتين بتكون هي النقطة الصحيحة. وممكن كمان لأن الأرض كروية أنا أوجد ال يعني بريستريكشن معين، أوجد الأحداثيات ممكن باستخدام فرصة اللايت، لكن باستخدام فرصة اللايت أكيد إنه الحل بصير نقطة وحيدة. Accurate positioning relies on accurate timing. إذا تحديد الموقع لازم يكون في both synchronized. لو كان في خطأ في الزمن بين الاثنين بصير في خطأ في المسافة. Receiver clocks are much less accurate than atomic GPS clock. GPS الساعة تبعته أدق بكثير. Small timing error لو كان في عندي خطأ صغير leads to large position error. مثلا على سبيل المثال خلينا نشوف المثال العملي هذا والمثال الحسابي. لو كان عندي في فرق بين الساعتين، ساعة الريسيفر وساعة الستلايت، فقط واحد ملي سكند، فقط واحد ملي سكند، تتحول الواحد ملي سكند، احسب قديش قطع مسافة في واحد ملي سكند اللي هو فرق الزمن الخطأ، بصير عندي 300 كيلو متر اللي هو position error. يعني معناته انه فرق زمني بين الاثنين واحد ملي سكند يقود الى خطأ 300 كيلو متر. فمعناته انه اي خطأ في اللي هو السينكرونيزيشن ما بين الساتلايت والريسيفر قد يكون يعني يؤدي الى خطأ كبير جدا، وضربنا مثال اللي هو الواحد ملي سكند. الساتلايت الرابع بعطيني اللي هو الكرة الرابعة with idle intersect تتقاطع مع الدوائر الثلاث أو الكرات الثلاث السابقة عشان نوجد one solution. طبعا لو كان في مثلا خطأ أنا بعمل adjust the clock وبتصغر السفير تبعتي، لو كان يعني الزمن مثلا غير دقيق، إذا الزمن أطول بتصير الكرة أكبر، إذا الزمن أصغر بتصير الكرة السفير اللي هو اللي عليها كل الرينج بتصير الكرة أصغر. أوكي by adjusting time clock. طبعا هاي عندي اللي هو الثري سفيرز، وهي عندي نقطة على سطح الأرض، وعندي ستلايت، كل ستلايت بكون في مركز السفير تبعته لأنه أنا قست الرينج اللي هو المسافة، واحتمال كل النقاط على سطح الكرة السفير بتمثل الحل تبعه. فلما يتقاطع ثلاثة هيتقاطعوا في نقطة، ممكن أنا أجيب ستلايت رابع عشان يصير نقطة وحيدة حل وحيد، وممكن يكون في عندي حلين يكون مثلا نقطتين على سطح الأرض، بالتالي الستلايت الرابع بيؤدي إلى حل وحيد. الجي بي أس بتشتغل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، لا تتأثر بالكلاود السحب ولا بالمطر ولا بالليل أو النهار. الآن الإشارة ضعيفة جدا، يبقى داخل البيوت حتكون الإشارة مش موجودة أو ممكن توصل بصعوبة لأنه الجدران المباني العالية يعني بتحد من انتشارها أو بتمنع وصولها، الأشجار العالية أيضا تمنع وصولها، الشغلات الحقائب مثلا أيضا نفس الشيء. الآن عشان أعمل position fix يعني أنا أحدد الموقع، يبقى لازم أكون شايف أكثر من 3 ستلايت عشان أقدر أحدد الموقع. وأنت بتتحرك ستلايت اللي أنا شايفها بتتغير، مش هي نفس الستلايت اللي في المكان هذا، ممكن في مكان آخر تكون مختلفة، وطبعا مع دوران الأرض كمان بتتغير ستلايت. الإشارة بتنعكس عن المباني العالية وبصير عندي مالتي باث ايرور. الاكيورسي يعني رغم كل الشغلات هذه دقة الجي بي اس حاليا 5 مثلا ل 10 متر، هاي شيء ممتاز جدا يعني يؤدي الى استخدامه في كثير من الاغراض، انه مثلا الواحد يعمل ملاح كان هو بيعرفوش باستخدام الجي بي اس ويعطيني احداثيات. وهاي عندي الشكل
اللي هو طبعا بيعطيني بما انه انا بتحرك يعطيني بوزيشن على الطرقات مثلا، احسن تطبيق له. هي مثلا ممكن يكون الواحد ينزل تطبيق على جواله ويشوف مين الاكتف ساتلايت اللي عنده اللي شغاله في النقطة اللي هو موجود فيها. تمام، فهيك احنا في عندنا حاجة اسمها الدب Dilution of Precision. طبعا الكونسبت هذا مهم جدا، الدب Dilution of Precision. هاي Dilution of Precision يعني إذا كانت يعني النقاط ستلايت قريبة على بعضها أو على خط واحد معناته ان جودتها مش عالية، بينما لما تكون متفرقة تمام بتكون جودتها أفضل. يعني ممكن يكون مثلا 2 ستلايت 3 ستلايت أو 4 ستلايت أفضل من 10. ليش؟ لأنه بتكون متفرقة عن بعضها فبتعطيني قراءات مختلفة. بس لما تكون جميع ستلايت في نفس النقطة مثلا، يعني زي ما احنا شايفين مثلا في الشكل هنا، ستلايت هنا مثلا قريبة على بعضها، هاي بتكون الدب تبعها يعني بعطينيش قراءة جيدة. بينما لما تكون distributed مثلا زي هيك بكون أفضل. هاي مفهوم الدب. نيجي لآخر موضوع هنشرح اليوم اللي هو الـ selective availability، اللي هو كان شغال لحد سنة 2000، وهو خطأ يعني تم deliberate error introduced error، كانت تضيفه الولايات المتحدة لأنه في البداية ما كانش نظام الجي بي اس مستخدم للكل، وبعد هيك لحد عام 2000 شالوا الايرور. فبنلاحظ انه مثلا لو كان عندنا نقطة معينة وهي اللونجتيود واللاتيتيود، اللونجتيود الاكس اكسس واللاتيتيود الواي اكسس، شوف شو النقاط اللي حيقرأها الجي بي اس. الجي بي اس كل النقاط هاي اصبحت تمثل قراءتي، لانه كان في خطأ عند يضاف خلينا نقول، واصبحت كل النقاط هذه قديش بتمثل قراءة. بينما لما شلنا الخطأ هذا أصبح النقاط قريبة على بعضها بالنسبة طبعا هنا الأمتار، يعني أصبح تقريبا مثل هنا خلينا نقول مثل 5 متر في 5 متر أو 10 متر في 10 متر. تمام، هنا أصبح كان بوصل أكثر من 100 متر الخطأ. فهيك بنستكفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، وبنستكمل الجزء الباقي من المحاضرة، مواضيع اللي هي متبقية حول اللوكاليزيشن. حناخد الديفرنشال جي بي اس، وحناخد الواز، وحناخد مواضيع مختلفة. يعطيكم العافية.